مقطع آخر تم تداوله أو تداوله طلاب على مواقع التواصل الاجتماعي، طلاب جامعة البصرة، يظهر إطلاق نار كثيف كاد أن يتسبب بمجزرة في صفوف الطلاب. وبحسب الطلاب في الجامعة، فإن أحد العشائر التي ينتمي إليها أحد الموظفين الأمنيين قامت كذلك بإطلاق النار على الطلاب الذين حاولوا إنقاذ الطلبة المعتدى عليهم. دعونا نتابع. صور وانشر، صور وانشر، صور وانشر. ما راح يرمون الطلاب. ما تروح هنا وتروح الجامعة.